بغداد تؤكد الإيفاء بتعهدات صرف رواتب موظفي كردستان وتطالب بإكمالها من عائدات النفط بخزائن الإقليم. بعد تصعيد أردوغان ألف جندي تركي يتوغلون في شمال العراق ومطالبات بوضع حد لانتهاكات أنقرة. النازحون والفقراء لغمة سائغة لأحزاب سياسية في الأنبار وأصواتهم الانتخابية تباع وتشترى بمبالغ بخسة. عشرات الشهداء والجرحى بقذائف أطلقها إرهابي الغوطة على ريف دمشق والجيش يصعد عملياته العسكرية. الحكومة الفلسطينية تطالب حماس بتسليم قطاع غزة كاملا والمقاومة تقول إن عباس أطلق رصاصة الرحمة على المصالح. إلى تفصيلات النشرة أهلا بكم. أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة الاتحادية أوفت بتعهداتها تجاه صرف رواتب موظفي إقليم كردستان. الحديث بيّن أن حكومة بغداد اعتمدت آلية خاصة بدفع جزء من مبالغ رواتب موظفي الإقليم والمتبقي تستكمله أربيل من العائدات النفطية التي تسلمها إلى بغداد، موضحا أن مجموعة المبالغ التي تم تسليمها بالإضافة إلى عائدات النفط ستغطي رواتب الموظفين بشكل كامل كنظرائهم في الحكومة الاتحادية. تظاهر المعلمون ومنتسبو الدوائر الصحية في السليمانية وحلبجة وكرميان ورانيا مطالبين بصرف رواتبهم كاملة. مراسل بلادي قال إن المتظاهرين هددوا باستمرار الإضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم. إلى ذلك أعلن أطباء السليمانية الإضراب العام في جميع مستشفيات المحافظة. هذا وكانت وزارة مالية إقليم كردستان أكدت أنها لن تستطيع دفع رواتب جميع موظفي كردستان من التخصيصات المنصوص عليها في الموازنة. تستمر حكومة بارزان بسياسة الادخار الإجباري للتعامل مع المبالغ المرسلة من الحكومة الاتحادية. هذا الأمر ولد حالة من الغضب لدى الموظفين في إقليم كردستان. لم تكن المبالغ المرسلة من بغداد إلى مدن الإقليم تحمل معها مهدئات لشارع الكردي الناقم على سياسات مالية تتبعها الأحزاب الحاكمة في مدن شمال البلاد، فالادخار الإجباري تسيد موقف التعامل مع المبالغ المرسلة من الحكومة الاتحادية إلى الإقليم، وهو ما زاد نسب الاحتقان الشعبي الذي انفجر غضبا بتظاهرات وإضرابات تطالب بصرف المبالغ المرسلة فورا وعدم ركنها ضمن دهاليز الادخار الذي لم يجني منه المواطنون الكرد إلا فاقة مالية شملت رواتبهم وأدت بالتالي إلى تقطيع أوصالها ولم يستحصلوا منها سوى الثلث. وتشير الحسابات المعلنة وفق وسائل إعلامية أن مدن الشمال فيها ما يقارب من 1,292,000 وظيفة يتوزع هؤلاء بواقع 229,000 متقاعد و 91,000 من ذوي الشهداء و 190,000 من ذوي الاحتياجات الخاصة والحماية الاجتماعية و 292,000 من العسكريين والأمنيين و 476,000 من موظفي الوزارات الأخرى، فضلا عن عدد من الطلبة الذين يتقاضون مخصصات شهرية لم يحسم أمرهم بعد. وبحسب مصادر إعلامية فإن اللجنة الخاصة بتدقيق رواتب موظفي الإقليم كشفت عن 40,000 اسم وهمي مع استمرار عمليات الكشف عن آخرين. بغداد من جانبها أرسلت مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 317 مليار دينار، في حين أن وزارة المالية في الإقليم أشارت لحاجتها إلى 590 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين وبنظام الادخار كذلك. المتحدث باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي ومن جانب حكومي ألزم الإقليم بتأمين بقية المبالغ المالية للموظفين من الصادرات النفطية للحقول الواقعة ضمن حدوده، فيما تسيطر الأحزاب الحاكمة في أربيل والسليمانية على المنافذ الحدودية أيضا. الأزمات بين بغداد والإقليم لم يتم حل أغلبها بل رحلت إلى ما بعد الانتخابات،
وذلك لانشغال أغلب الكتل السياسية ببرامجها الانتخابية وحملاتها الدعائية التي ستملأ الشوارع والساحات بعد صافرة بدء تطلقها مفوضية الانتخابات. صباح حكيم، قناة بلادي. رفض محافظ كركوك وكالة ركان الجبور تصريحات رئيس قوات مكافحة الإرهاب السليمانية الشيخ لاهور جنجي طالباني التي تطاول فيها على إدارة محافظة كركوك ورئيس الملف الأمني. الجبور خلال تصريح له اعتبر تصريحات لاهور بمثابة الاعتداء على رئيسي الجمهورية والوزراء. زيارة وهي بموافقة الحكومة إلى السيد لاهور إلى محافظة كركوك، لكن استغربنا أنه ظهر هناك أحد التصريحات التي تسيء إلى الإدارة وإلى رأس الجهاز الأمني في كركوك. هذا التصريح مرفوض رفض تام، ونحن لن نرد بنفس الأسلوب، فهذه ليست من أخلاقنا. الكلام هو صفة المتكلم. في الحقيقة نحن هنا نمثل رئيس الجمهورية ونمثل رئيس الوزراء. التعدي بأي كلام على هذا المكان هو تعدي على السيد رئيس الوزراء وعلى رئيس الجمهورية وعلى هيبة الدولة وسلطة، وأيضا تعدي على شعب كركوك في نفس الوقت. من جانبه أكد قائد عمليات فرض القانون اللواء ركن معن السعدي أن كركوك تنعم بأمن واستقرار وتعايش سلمي منذ فرض سيادة القانون. السعدي وفي تصريح شدد على أن الأجهزة الأمنية سمحت برفع الأعلام احتفالا بأعياد نيروز. سمحنا للمواطنين برفع الأعلام الكردية من قبل المواطنين وأيضا للتركمان برفع الأعلام التركمانية خلال فترة الاحتفالية، ومن ثم سيعودون إلى دورهم وينتهي هذا الاحتفال بسلام. أما تثبيت رايات لغير العلم العراقي على البنايات هذا غير مسموح به. أنا أطمئن أهلنا في كركوك بمختلف قومياتهم وأطيافهم وأديانهم أنه نحن هنا مع جميع المفاصل والأجهزة الأمنية، جئنا للمحافظة على استقرار وأمن المدينة ولحماية المواطنين، ومدينة كركوك الكل يعلم تنعم بأمن واستقرار وتعايش سلمي منذ أكثر من 5 أشهر منذ دخولنا بعد 16/10. مساء الانفصاليين للسيطرة على كركوك ما تزال تتصدر اهتمامات بعض سياسي إقليم كردستان، تارة بزعزعة استقرار المحافظة أمنياً وتارة أخرى بمحاولة ضرب التعايش السلمي بين مكوناتها، لكنها تبقى أضغاث أحلام تراود مخيلة الأطماع الكردية. على ما يبدو لم تكبح تداعيات الاستفتاء جماح الأطماع الكردية، كما لم تتوقف عند حدود الإقليم المتفق عليها، بل إن أطماع الانفصاليين تجاوزتها إلى المناطق المتنوعة عرقيا التي يسميها عرابو التقسيم بالمتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك. فبعد أن تمكنت الحكومة المركزية في عملية خاطفة وسريعة من بسط سيطرتها على المحافظة، تحولت تطلعات الكرد إلى أضغاث أحلام، لكن معطيات التصاريح الصادرة من أربيل وسليمانية تجاه هذا الملف تظهر بأن السبات الكردي ما زال غارقا في نومه. تارة بمحاولات زعزعة استقرار كركوك عبر هجمات واغتيالات واستهدافات لمقرات الأحزاب العربية والتركمانية، والتي كانت القوة الأمنية والحشد الشعبي لها بالمرصاد عبر عمليات عسكرية لملاحقة فلول الإرهابيين والانفصاليين. وتارة أخرى بمواقف وتصاريح مسعاها إثارة الرأي العام والنعرات الطائفية، بغية تحويل المحافظة إلى صفيح ساخن، وآخرها ما قاله كسرة رسول بأن كركوك كردستانية ويوم تحريرها قريب جدا كما يدعي. تلك التخرصات كانت قد سبقتها أخريات لا تقل خبثا عنها، ولعل تطاول رئيس قوات مكافحة الإرهاب السليمانية الشيخ لاهور جنكي طالباني على إدارة محافظة كركوك خير دليل على سلوك الكرد وغايتهم المبيتة، ولكنها جوبهت برفض محافظ كركوك وكالة ركان الجبوري والتي عدها بمثابة الاعتداء على رئيسي الجمهورية والوزراء متوعدا بمقاضاته. كركوك تلك المدينة التي تمثل عراقا مصغرا يحوي بين جنباته كل أطياف الشعب العراقي ومكوناته، يأتي إصرار الكرد على أمل الاستحواذ عليها نظرا لموقعها الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية ومخزونها الضخم من النفط والغاز وتركيبتها السكانية. كشف مدير ناحية سيدجان التابعة لمحافظة أربيل إحسان عبد القادر أن عديد القوات التركية المتوغلة داخل الأراضي العراقية بلغ 1000 جندي،
عبد القادر أوضح أن القوات التركية دخلت قرى جاليراشي وبولي شيخ الواقع على جبل كورك الممتد بين محافظتي أربيل ودهوك، وذلك بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، مبينا أن هذه القوات أقامت ربايا عسكرية واستقرت على الجبل والقرى القريبة منه. رفضت لجنة الأمن والدفاع النيابية محاولات القوات التركية التوغل بعمق الأراضي العراقية في الشمال بذريعة مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني. عضو اللجنة عماد يوخنا قال إن دخول تركيا إلى العراق لم يجابه برد حكومي صارم وحازم، وسيفتح المجال أمام التواجد العسكري الأمريكي والإقليمي بالعراق، مبينا أن بغداد لم تبرم أي اتفاق عسكري مع اسطنبول يسمح لها بالتواجد داخل الأراضي العراقية. أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى عن اعتقال 20 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية في أيمن الموصل. قائد الشرطة العميد ركن حمد نامس الجبوري أكد أن قطاعات الشرطة قامت بعملية أمنية استباقية تمكنت خلالها من القبض على الإرهابيين في منطقة سوق المعاش في الجانب الأيمن للمدينة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة بعمليات التفتيش والبحث عن المطلوبين حتى الآن. أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن دعوات مقاطعة الانتخابات محاولة للاستئثار بالسلطة. العبادي وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي حذر من محاولة داعش شن أعمال إرهابية مع قرب الموعد الانتخابي. ندعو المواطنين إلى الاشتراك بقوة في العملية الانتخابية، هذا حق المواطن. المواطن لا ينبغي أن يتنازل عن حقه في اختيار المرشح الذي يريده، واللي يدعون إلى مقاطعة الانتخابات يريدون الاستئثار في السلطة، لأن هو يدعو المواطنين عامة إلى مقاطعة الانتخابات في حين هو عنده جهة يرعاها يريدها تفوز، وبالتالي الجانب المنظم راح يسيطر على الانتخابات ويسيطر على الأصوات، بينما المواطن سيفقد صوته في هذا الإطار. أن الدواعش يحاولون خرق هذا الأمن بأن يقوموا بأعمال إرهابية ضد المواطنين خصوصا تزامنا مع الانتخابات، وأطلب أن الجميع يكونون على حذر وعلى يقظة، القوات الأمنية والمواطنين والكتل السياسية، وأن لا يلعب الدواعش بالملف الانتخابي أو لا نسمح لهم أن يلعبوا بالملف الانتخابي من أجل تحقيق أهدافهم الدنيئة في قتل المواطنين الأبرياء، هذا يحتاج لوحدة. رشحت مفوضية الانتخابات موظفين للإشراف على الانتخابات العراقية في أكثر من 13 دولة عربية وأجنبية. المفوضية أشارت إلى أنه سيتم إيفاد الموظفين المرشحين إلى دول أمريكا وتركيا وإيران والسويد، إضافة إلى إنجلترا وأستراليا وكندا والأردن، فضلا عن ألمانيا وهولندا والدنمارك ومصر والإمارات للإشراف على العملية الانتخابية المقبلة، مبينة أن المفادين هم موظفون فنيون سيعملون في مكاتب انتخابية في الخارج. مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ما زال عدد من الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار يسعى إلى استغلال النازحين وبعض المواطنين الفقراء. أوساط رسمية وشعبية أكدت شراء تلك الأحزاب لبطاقات الناخبين وبمبالغ زهيدة. لا زال المواطن في الأنبار يتوجس خيفة من الانتخابات بعد المرارة وسوء الأحوال التي صاحبت الدورات السابقة وتكرار ذات الوجوه والأحزاب التي لا تحمل فكرا ولا منهجا سوى الاستمرار على كراسي السلطة والاستحواذ على ميزانيات ومقدرات المحافظة، تاركة المواطن يبكي على ليلاه وسوء الاختيار. يعني اكو وجوه قبل 4 سنوات نفسهم البوغوني وقاموا النازحين نفسهم، هسه نفسهم رشحوا انتخابات النوب بفلوس البوغون بيهن جاي يشترون الاصوات يشترون بطاقه انتخابيه، فاحنا ان شاء الله ماشيين بالتغيير وان شاء الله ما يبقون هذه الوجوه غير هذه الوجوه، عرفنا من لنا ومن اللي علينا. خلي يحسون معاناه الفقير، خلي يحسون هاي النازحين اللي بيوتها تهدمت تفلشت، طلعوا على بيت عوضوه قالوا له هاك هاي. نطلب من المفوضين المسؤولين عن الانتخابات ان تنقي او تختار شو اسمه المرشحين اللي تشوفهم يقدرون يقدمون خدمه للمواطن، خصوصا احنا مدينه الرمادي اذا تشوف انت بعيونك المرشحين مالتنا اغلبيتهم مرشحين مال عباره عن مدراء مال الدوائر.
يعني انتخب بها الانسان اللي يقدر يحافظ على المدينه، اللي يقدر يقدم خدمات للمدينه، خصوصا هسه انت تشوف يعني اكو بطائق من 5 يقدر يشتري لك صوت الناخب. فيما يرى مراقبون للشان السياسي ان سياسه تفقير الشعب وابقائه على مستوى معيشي متدني بدات تحصد الثمار عند الفاشلين من الاحزاب والشخصيات السياسيه من خلال خطوه شراء البطاقات الانتخابيه بمبالغ زهيده سيدفع ثمنها المواطن 4 سنوات من المعاناة والإهمال حسب تعبيرهم. مدير عام أو مقيم مقام أو كذا أو نائب محافظ يرشح المجلس المحافظة راح يسخر كل هاي الأمور الترشيح ماله وراح يرجع النوب ويجسم على صدور العالم في 4 سنين 5 سنين النوب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما نشوف وجوههم الأخرى هذول المدراء الموجودين والمرشحين الموجودين، يعني إن شاء الله نشوف وجوه جديدة. من دورة انتخابية إلى أخرى لم يتغير حال المواطن ولم تأتي الكتل والأحزاب بجديد وساهم في تغيير ملامح المشهد السياسي الذي تسبب بدخول داعش الإرهابي وهجر الأهالي ودمر المحافظة، فهل يستطيع المواطن من تغيير واقعه من خلال صناديق الاقتراع؟ تساؤلات سيكون لها جواب في قادم الأيام. صناديق الاقتراع هي الفيصل في تحديد هوية الوجوه التي ستقود المحافظة خلال المرحلة المقبلة من خلال المشاركة الفاعلة والإصرار على التغيير. من الأنبار سعد الحاج، بلاد الفضائية. اجتمع وفد من تيار الإصلاح الوطني مع أهالي قضاء سوق الشيوخ للاطلاع على مشاكلهم والمعوقات التي يواجهونها. الوفد في تصريح لبلاد أكد على ضرورة المشاركة الواسعة بالاستحقاق الانتخابي المقبل واختيار الأصلح والأكفأ. اللقاء كان حول تأثير المشاركة في عملية الانتخابات وحث المواطنين على التغيير لما هو صالح للعراق وخدمة أبنائه. كان لنا تعريج وحديث مطول عن أهمية الانتخابات القادمة، عن أهمية الاختيار، جل المشاكل التي يعاني منها القضاء أو تعاني منها المحافظة، مسؤول عنها جانب الفساد الإداري والفساد المالي في العراق والاختيار السيء لبعض الشخصيات. ونحن رفعنا شعار الإصلاح منذ بدء بناء تيار الإصلاح الوطني، وسنبقى نسعى في هذا المجال ومن أجل تحقيق هذا الشعار. فتيار الإصلاح الوطني اليوم يلتقي بالجماهير ليقول قولته ويسمع من الجماهير التي هي مصدر القرار ومصدر البناء. من أجل تبادل الآراء والاطلاع على معاناة المواطنين اجتمع تيار الإصلاح الوطني مع عدد من عشائر ووجهاء محافظة ميسان للتأكيد على أهمية وتعزيز حالة الوعي السياسي والاجتماعي وتشخيص الأخطاء لإيجاد الحلول لها والنهوض بواقع المحافظة. من أجل تبادل الآراء والتباحث في شؤون البلاد المختلفة التقى عضو مجلس النواب صباح الساعدي مع عدد من المشايخ والوجهاء في محافظة ميسان، مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الوعي السياسي والاجتماعي وتشخيص المشاكل وإيجاد الحلول لها بما يحقق النهوض بالمحافظة. كان هذا اللقاء لقاء مثمرا، وجدنا وعي كبير عند الأخوة هنا الحاضرين. كان هناك تباحث في عدة أمور سياسية، الانتخابات المقبلة، ما يخص وضع البلد، كل ما من شأنه أن تنهض به المحافظة، كل المشاكل. سنكون على قدر تام من المسؤولية في نقل مشاكلهم ومعاناتهم. يشرفنا هذا الحضور الدائم مع جمهورنا العزيز. عدد من شيوخ ووجهاء المحافظة في الوقت الذي أثنوا فيه على اللقاءات المتواصلة للنائب صباح الساعدي مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، فإنهم باركوا له الترشح للانتخابات النيابية القادمة. التقينا اليوم بالشيخ صباح مهدي حسين رئيس سواعد آل الشامي، واجتمعنا به وطرحنا عليه بعض المشاكل، وإن شاء الله هذا الشيخ معروف وإلى سمعته، وطرحنا عليه بعض المشاكل وإن شاء الله به التوفيق والموفقية. وكل إحنا موجودين من محافظة ميسان نرحب بهاي الشخصية. نشكر الأستاذ نائب صباح السعدي، وإحنا حاليا مضيف سادة البطاط وتواصلوا يعني مستمر دائما ان شاء الله، واحنا نشكر جهوده ونطمح ان شاء الله للاحسن. كان متواصل معنا خلال هذه الفتره، كلما طرقنا بابه او اتصلنا به تليفونيا كان هو سباق في هذا المجال. نقول له الف مبروك ان شاء الله لترشحك للانتخابات البرلمانيه القادمه وتكون عونا للفقراء وعونا لاهالي محافظه ميسان.
ويأتي هذا استمرارا للتواصل مع المواطنين من قبل عضو مجلس النواب صباح الساعدي من أجل الاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول لها. من ميسان، أحمد السدخان، قناة بلادي. تسلم الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقية نسخة من أوراق اعتماد السيد منتصر الزغبي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق. الدكتور الجعفري وخلال لقائه الزغبي بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وعمان وأفاق الارتقاء بها إلى ما يلبي مصالح الشعبين الشقيقين. وأبدى الدكتور الجعفري استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل ما من شأنه نجاح البعثة الدبلوماسية الأردنية العاملة في العراق، متمنيا للسيد السفير الموفقية والنجاح في مهام عمله ببغداد. أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة هي المعنية بالإعلان الرسمي عن أي زيارة لمسؤولي الدول إلى العراق. المكتب دعا في بيان وسائل الإعلام إلى عدم الاهتمام بالإشاعات التي تطلق من هنا وهناك بشأن تفاصيل تلك الزيارات، مبينا أن سياسة الانفتاح التي اتبعتها حكومة العبادي أثبتت نجاحها في إعادة العراق إلى محيطه الإقليمي. وكانت لجنة الصداقة العراقية السعودية قد كشفت عن تأجيل زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى بغداد لما بعد إجراء الانتخابات في آيار المقبل. حدد مجلس النواب في 29 من الشهر الجاري موعدا لعقد آخر جلساته قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية. مقرر البرلمان نيازي معمار أغلو أوضح أن الجلسة ستمتد لأكثر من 7 ساعات لإكمال التصويت على العديد من القوانين المتبقية وترحيل أخرى إلى الدورة البرلمانية المقبلة، مضيفا أن نطلع نيسان المقبل لن يكون هناك نصاب بسبب انطلاق الحملات الانتخابية. رد مجلس النواب على رفض الرئاسة الجمهورية المصادقة على الموازنة التي تم تمريرها بشكل قانوني في البرلمان. أكدت وثيقة عدم وجود صلاحيات لرئيس الجمهورية لاعتراض على القوانين التي يشرعها مجلس النواب، مشيرة إلى أن البرلمان يثمن حرص رئاسة الجمهورية على مراعاة أحكام الدستور. كما عدت اللجنة القانونية النيابية رد البرلمان على رئاسة الجمهورية بعدم أحقيتها في إيقاف المصدقة على موازنة 2018 بمثابة إيقاف تجاوزها على الدستور. عضو اللجنة صادق اللبان قال إنه من الطامات الكبرى في البلاد أن ينتهك الدستور من كلف بحمايته وتطبيقه وأن يستخدمه لتمرير الأهداف الشخصية والحزبية والقومية. وأضاف اللبان أن رد مجلس النواب على رئاسة الجمهورية توضح للرئيس صلاحياته وتفادي وقوع البلاد بمأزق كبير. دعت عضوة تيار الإصلاح الوطني ضمياء أمين الحكومة المحلية في البصرة إلى الإسراع بحل أزمة النفايات. أمين وفي تصريح سابق لبلادي طالب بالاعتماد على الكوادر المحلية لمعالجة هذه الأزمة المستفحلة. نحن نريد من الحكومة المحلية أن تعمل ضمن نطاق الشباب البصري، أن تعمل عقود وتجلب آليات حديثة. هذه الآليات بما فيها هي معامل التدوير اللي ينتج طاقة. كمية النفايات اللي موجودة بالبصرة حقيقة ممكن أن تعطينا كمية هائلة من الطاقة بأيدي عاملة محلية، شبابنا البصري اللي يعتبر أغلبية شباب البصرة عاطلين، وإحنا عندنا أكثر المجالات العمل اللي هي الموانئ والنفط، وعندنا مجال البلديات هذا المجال اللي كل الدول استفادت من عندنا وإحنا شعبنا لم يستفيد من عنده، شبابنا غالبية عاطلين. أزمة ملف النفايات في محافظة البصرة ما زال مستمر وسط تأكيدات من قبل الشركة الوطنية للتنظيف وبلدية المحافظة لإيجاد حلول نهائية لها. عاصفة ترابية لم تستمر سوى دقائق لكنها نفضت الغبار عن كثير من النفايات التي تطايرت في أنحاء مدينة البصرة. فهذا شارع الكويت الذي يعتبر مركز سوق العشار، ترى الأوراق تتصاعد فيه وتنزل كحال ملف النفايات في المحافظة. يجب على أكيد الحكومة المحلية أن تتخذ قرارات حازمة بشأن تسلم هذا الملف، أما للبلدية أم
إلى شركة تكون هناك لديها الإمكانية بإدارة هذا الملف المهم. ما تمر به محافظة البصرة يبعث على الأسف والأسى في آن واحد، باعتبار أن هذه المدينة هي فضلا عن أنها الواجهة الاقتصادية الأهم في العراق. الأزمة التي فرجت بعد أيام من توقف شركة التنظيف الكويتية عادت، عودة جعلتنا نضع كثيرا من علامات الاستفهام حولها. لماذا توقفت؟ ولماذا قال المحافظ أسعد العيداني لا عودة لها؟ ولماذا اليوم عادت لكن بآلياتها فقط؟ تم عقد اجتماع مشترك ووضع خطة أولا لتدارك الوضع الطارئ اللي سببت توقف منذ 15 يوم. أبدت الشركة تعاون معنا في نجاح هذه الخطة. مستعدين كامل الاستعداد لإبداء المساعدة والتعاون مع بلدية البصرة إلى أن مدير بلدية البصرة يقول طلع برا بعد المريخ. مسؤولون رأوا أن أزمة التنظيف في البصرة لن تنتهي، فهي باتت مثار جدل من جهة ومكاسب اقتصادية وسياسية من جهة أخرى، وشابها الكثير من علامات الاستفهام أهمها الغرامات المفروضة وفرق السعر ما بين 30 مليار التي طلبتها البلدية للقيام بالتنظيف والتسعة والستين مليار دينار سنوياً الذي اتفق على رصدها للوطنية. حتى ما يدار من أحاديث هنا وهناك ومحاولة تحريك عواطف البعض، أعتقد أنه لا يجدي نفع، لأن هناك إصرار لدى الحكومة بعدم عودة هذه الشركة. في الوقت الذي تتحدث به الحكومة المحلية بأنه لا تجديد للشركة الوطنية بعد اليوم، ترد الأخيرة بأنها ستدعم بلدية البصرة بالآليات في اتفاق جديد لربما يثير الكثير من علامات الاستفهام. خالد السلامة لقناة بلادي البصرة. على تردي الخدمات الأساسية يواصل أهالي منطقة المعامل شرقي العاصمة اعتصامهم المفتوح. المعتصمون طالبوا بتشكيل خلية أزمة لمعالجة مشاكلهم المتراكمة. أهالي منطقة المعامل شرق العاصمة بغداد نصبوا سرادقات اعتصامهم وقطعوا الطريق الذي يربط العاصمة بمحافظة ديالى وببعض المنشآت الحيوية. توفير الخدمات الأساسية أبرز مطالب المعتصمين في هذه المنطقة التي يبلغ عدد نفوسها قرابة 1,000,000 نسمة. بالله عليك المعامل 1,000,000 نسمة تعداد محافظة. المعامل اليوم مقبرة الأحياء. احنا اليوم سدينا المستودع وسدينا معمل الغاز وقطعنا الطرق اللي لين هاي المنطقة ترتبط من ناب ديالة وبعد ديالة ترتبط بكركوك. منطقة منكوبة، يعني لا حد يجي ينشد عليها، لا من يعني كوادر صحية لا من كذا. الزباير يجيبونها من بغداد يذبونها عندنا هنا بالباوية، يذبونها بالباوية بالليل. الله وكيلك مبردة ما تقدر تشغل. لا مستشفيات، لا من شوارع، لا من خدمات، لا من مدارس. تحويل الناحية إلى قضاء فضلا عن إكمال مشروع بناء مستشفى المعامل المتوقف حاليا أهم مطالب المعتصمين، بالإضافة إلى تشغيل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، فيما توعد المعتصمون بإجراءات تصعيدية ما لم تتم الاستجابة لهم. فإحنا نريد قضاء المعامل يتحول إلى قضاء الوحدة، يعني المعامل، لأن تعرفت المعامل أكثر من 13 منطقة، يعني من السعادة لحد حي النصر. لا تبليط، مدارس ماكو، كل صف فيه 70 طالب، يعني مدرس كش ما يفتهم، ساعتين وساعتين دوام. دائرة ما الكهرباء ما الكرادة والبغداد كله هي يمنا هنا، نحتصم بيها ونطفيها شلع. هاي المعلومة ما حد يدري بيها. هذا وقد رفض المعتصمون استقبال وفود من مجلس محافظة بغداد وأمانة العاصمة لمناقشة مطالبهم، فهم يأملون تشكيل خلية أزمة من مجلس الوزراء ولجنة تعالج معاناتهم وفق جدول زمني محدد. من بغداد، حسين أحمد، قناة بلاد الفضائية. استعدادا لاستقبال الوافدين إلى سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، استكملت القوات الأمنية جميع إجراءاتها لتأمين الزيارة، فضلا عن تهيئة الخطة الخدمية لإنجاح الزيارة المليونية. استعداد لاستقبال وفود الزائرين القادمين إلى مدينة سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. القوات الأمنية المشتركة ضمن قاطع عمليات سامراء تحكم السيطرة بعد عمليات تفتيش لمحيط المدينة ونشر لقواتها على جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى الصحن الشريف. هناك واجبات استباقية واستحضارات، ومن خلال هذه الواجبات الخارجية
خارج القضاء تم العثور على بعض المضافات في مناطق الجلام ومناطق الجزيرة واللاين، ومن ثم تم تفتيش الأحياء السكنية الموجودة في قضاء سامراء المقدسة ومسح كافة الطرق المؤدية إلى المرقدين الإمامين عليهم السلام. وبتشكيل غرفة العمليات المشتركة بين الأجهزة الأمنية والدوائر والمؤسسات الخدمية، يكون الاستعداد للزيارة التي يتوقع أن تكون مليونية قد تم من جميع الجوانب، بالإضافة إلى استعدادات أهالي سامراء وبلد والدجيل الخاصة لاستقبال الزائرين. تم تشكيل غرفة عمليات في قائمة مقامية القضاء برئاستنا عضوية الدوائر الخدمية. هذه غرفة العمليات واجبة تقديم الخدمة بالتنسيق مع قيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات سرايا السلام. كل دوائرنا الخدمية مستنفرة قواها، وهناك تنسيق عالي جدا مع خدمات المواكب المقدمة أيضا من المحافظات بجهد كبير جدا وبتنسيق عالي جدا. هناك أيضا تنسيق عالي ما بين القطاعات الأمنية، بالإضافة إلى ذلك أن أهالي سامراء قد فتحوا بيوتهم ومحلاتهم واستعدوا استعدادا نفسيا قبل المادي لاستقبال الزائرين. وكذلك هنالك مواكب حسينية فتحت وأنصبت وأنشئت لأجل أن ترتقي هذه المدينة ولأجل الحب والتآخي بيننا وبين إخواننا الذين وفدوا إلينا. لتوفير كل ما يساعد على إنجاح الزيارة وتهيئة مستلزماتها، تستعد القوات الأمنية المشتركة من جهة، والمؤسسات والدوائر الخدمية وهيئات المواكب من جهة أخرى. استعداد أمني وخدمي بتضافر جهود غرفة العمليات المشتركة والمؤسسات والدوائر الخدمية، وذلك لاستقبال حشود الزائرين الوافدين إلى سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. من سامراء المقدسة لبلاد الفضائية، فراس الحسن. أكدت مؤسسة الشهداء العثور على رفات الهنود 39 الذين قتلوا على يد داعش الإرهابي في الموصل. المؤسسة خلال مؤتمر صحفي قالت أنه سيتم نقل رفات الهنود إلى بلادهم، مؤكدة مطابقة الحمض النووي لهم. إننا اليوم أمام جريمة بشعة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي لم تختلف كثيرا عن مثيلاتها، لكن الفرق الوحيد أن الضحية لم تكن من أبناء الشعب العراقي. هم مواطنون من دولة الهند الصديقة، كان يفترض أن تصان كرامتهم، لكن قوى الشر لا تريد أبداً أن تحقق الأمن وتحاول أن تشوه الأخلاق العربية ومبادئ الإسلام، مبادئ الدين الحنيف الذي حفظ للإنسان كرامته مهما كانت هويته أو انتماؤه. أتقدم نيابة عن معالي الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق ومنتسبي الوزارة بأحر التعازي للأصدقاء في السفارة الهندية لدى العراق وللحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق ولعوائل الضحايا، فإننا ندين وبشدة هذه الجريمة التي أقدمت عليها تلك العصابات التي تبين وبشكل سافر مدى الوحشية والظلامية في الفكر التي اتسمت به في ممارساتها. قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة أعياد نوروز. مجلس الوزراء أكد في بيان تعطيل الدوام الرسمي ليومي 21 و22 من شهر آذار الحالي بمناسبة عيد نوروز، والذي يعد عطلة رسمية من كل عام. نشرة مستمرة، وهذا تذكير بعناوينها. بغداد تؤكد الإيفاء بتعهدات صرف رواتب موظفي كردستان وتطالب بأكمالها من عائدات النفط بخزائن الأقل. بعد تصعيد أردوغان 1000 جندي تركي يتوغلون شمال العراق ومطالبتهم بوضع حد لانتهاكات أنقرة. النازحون والفقراء لقمة سائغة لأحزاب سياسية في الأنبار، وأصواتهم الانتخابية تباع وتشترى بمبالغ زهيدة.
عشرات الشهداء والجرحى بقذائف أطلقها إرهابي الغوطة على ريف دمشق، والجيش يصعد عملياته العسكرية. الحكومة الفلسطينية تطالب حماس بتسليم قطاع غزة كاملا، والمقاومة تقول إن عباس أطلق رصاصة الرحمة على المصالحة. استشهد وأصيب 35 مدنيا سوريا بسقوط قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون على أطراف جرمان بريف دمشق. مصادر أمنية أكدت أن القذيفة سقطت على سوق شعبي في حي كشكول في أطراف جرمان. من جهة أخرى، تسببت سقوط قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون متحصنون فيما تبقى من مناطق الغوطة الشرقية بإصابة امرأة وخمسة أطفال بجروح ووقوع أضرار مادية. أشار المصدر ذاته إلى إصابة 11 مدنيا بجروح بسقوط قذيفة على حي العمارة في دمشق. وعلى الجبهة الأخرى، كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عن اعتراض ثلاث محاولات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في سوريا خلال الأسبوع الماضي. شويغو أكد خروج 80,000 مدني من الغوطة الشرقية خلال الأيام الخمسة الماضية، وأضاف أنه تم تحرير أكثر من 65% من أراضي الغوطة، أن أكثر من 1,300,000 لاجئ عادوا للمناطق المحررة في سوريا منذ بدء العملية السورية. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف دعا الولايات المتحدة للتخلي عن خططها لتوجيه ضربة عسكرية إلى دمشق، واعتبر أن تحسن الأوضاع في سوريا يثير غضب خصوم دمشق وهم يبحثون عن ذرائع لتوجيه ضربة لدمشق، مشيرا إلى أن استفزازات استخدام الكيميائي ليست مستبعدة وفي تطور موازن. أدانت دمشق ما وصفته بالإدعاءات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا، معتبرة أنها تفتقر للمصداقية وتندرج في إطار التضليل والأكاذيب المفبركة ضد دمشق. واصل الجيش السوري وحلفاؤه العمليات العسكرية في عدة محاور في الغوطة الشرقية. وقال مراسل بلادي أن الجيش تمكن من تحرير مناطق جديدة في عين ترمة وقضى على العديد من إرهابي فيلق الرحمن، كما استعاد بلدة مسربة بالكامل، مشيرا إلى أن أهالي المناطق غير المحررة يطالبون الجيش السوري بالإسراع في الدخول إليهم وتحريرهم. في غضون ذلك، يستمر نزوح آلاف المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية عبر ممرات إنسانية أمنها الجيش السوري. منظمة الأمم المتحدة للطفولة قالت أن 70% من أصل 50,000 شخص أحصت خروجهم من الغوطة، معظمهم من النساء والأطفال، ودعت إلى حماية النازحين معتبرة الإجلاء يجب أن يكون طوعيا. إلى شمال سوريا، حيث ذكرت مصادر أمنية أن مسلحي ما يسمى بدرع الفرات المدعوم من الجيش التركي تقدموا في المحور الجنوبي لمدينة عفرين وسيطروا على بلدات جنوب عفرين. وأشارت المصادر إلى أن طائرة استطلاع تركية استهدفت سيارة للمجموعات الشعبية في منطقة براد. من جهة ثانية، هاجم مسلحون نقطة للجيش التركي في محافظة الشان لأورفا، مما أسفر عن مقتل 20 مسلحا وفق ما أعلن الجانب التركي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد تصريحات الخارجية الأمريكية التي عبرت فيها عن قلقها إزاء الوضع في عفرين. أردوغان أكد استمرار بلاده في العمليات العسكرية شمال سوريا. الولايات المتحدة تقول من ناحية إنها شريكنا الاستراتيجي ثم تتعاون مع الإرهابيين. الحقيقة بات يراها الجميع. إذا كنا شركاء استراتيجيين فعليك أن تظهري لنا الاحترام وتسيري على خطنا. أكد قائد ثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي أن طهران أحبطت كل التهديدات الإقليمية ضدها، مشيرا إلى أن التهديدات لم تؤثر بإيران بل على العكس تم تحويلها إلى فرص.
تهديدات على مستوى الإقليم، وهدفها على الأقل ويمكن القول بأن إحدى أهدافها إلحاق الضرر بالجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية استطاعت في هذا في العام الماضي أن تبدل هذه التهديدات إلى فرصة. ليس فقط لم تستطع هذه التهديدات أن تلحق الضرر بالبلد، ولكن استبدلت بفرصة، والخبراء بالقضايا الدولية كانت هناك اضطرابات في البلاد. الشعب الإيراني بنفسه نزل إلى الساحات، وحتى الذين كان يراد أن تكون الفوضى باسمهم هم أنفسهم نزلوا إلى الساحات ووقفوا بوجه مثيري الشغب. حادثة وقعت، ولكن أصبح جليا من خلال حضور أبناء الشعب عظمة هذا الشعب. أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني وفي كلمة له بمناسبة بدء العام الهجري الشمسي الجديد بحضور الشعب الإيراني في الانتخابات والمنافسة الفريدة، لافتا إلى أن الأعداء كانوا يريدون أحداث الفوضى في البلاد. الأعداء كانوا يريدون شيئا، كانوا يريدون أن الفوضى، وأيضا أن تكون فئتين أو انتصار فئة على فئة أخرى. لكن في الانتخابات لم يكن هنالك منتصر غير منتصر واحد، وهو الشعب الإيراني العظيم. حمل مجلس الوزراء الفلسطيني حركة حماس المسؤولية الكاملة عن محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمدالله خلال دخول موكبه إلى غزة الأسبوع الماضي، ووصف مجلس الوزراء هذه المحاولة بالعمل الجبان الهادف للقضاء على جهوده المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر. وطلبت الحكومة حركة حماس بتسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية دفعة واحدة إذا كانت جادة في تحقيق المصالحة. دانت فصائل المقاومة الفلسطينية خطاب الرئيس السلطة محمود عباس وعدته بمثابة رصاصة الرحمة على مسيرة المصالحة. الفصائل وعقب اجتماعها في غزة حذرت من الإقدام على فرض المزيد من العقوبات التي لا تخدم المصالحة الوطنية، رافضا اتهام حركة حماس باستهداف الحمدالله. منهم تحقيقا ولا نريد منهم معلومات، لأننا نعرف تماما أنهم هم حركة حماس التي وقفت وراء هذا الحادث. انقض هذا الإعلان للرئيس الفلسطيني محمود عباس كالصاعقة على الغزيين الذين حبسوا أنفاسهم منذ تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله خلال زيارته الأخيرة لغزة. سمعت الخطاب شيء بسم البدن، يعني ما كناش متوقعين من الرئيس أنه يخطب خطاب زي هذا بحالة إحنا قاعدين بنمر فيها بالمرحلة هذه بحالة كرب. إعلان يعكس حجم الغضب لدى السلطة الفلسطينية، مما تصفه بعراقيل حركة حماس في طريق المصالحة. كان على الرئيس محمود عباس ألا ينحو مثل هذا النحو باتجاه عقوبات جديدة ضد قطاع غزة، لأن هذه العقوبات تزيد من حدة الانقسام وتسهل تمرير صفقة القرن. الرفض لإجراءات الرئيس الفلسطيني المتوقعة بحق غزة كان الموقف الأبرز لحركة حماس، خصوصا وأن هذه الإجراءات ستزيد الطين بلة. نحن ندعو الأشقاء المصريين إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف هذه السياسة الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني، كما ندعو إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لمواجهة هذه القرارات. الرئيس الفلسطيني تطرق أيضا في خطابه إلى الموقف الأمريكي المساند للاحتلال، واصفا سفير واشنطن في تل أبيب بأقذع الألفاظ. قال هنا هم يبنون في أرضهم، ابن الكلب يبنون في أرضهم وهو مستوطن وعائلته مستوطنة، وسفير أمريكا في تل أبيب، ماذا ننتظر منه؟ مواقف على الصعيدين الخارجي والداخلي تعكس انسداد الأفق أمام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية. أنا في اعتقادي أن على القوى والفصائل الفلسطينية أن تفهم الرسالة بشكل واضح، وأن تفهم أن انفصال غزة عن بقية الوطن جريمة، ولابد من الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وإلقاء محمود عباس من خلف ظهر القوى والفصائل الفلسطينية. من جديد غزة تدفع ثمن تصاعد حدة الخلافات بين الفرقاء الفلسطينيين، بينما كان ينتظر أن تحصد ثمار المصالحة،
خصوصا وأنها تمر في أوضاع اقتصادية وإنسانية متردية وفقا لتقارير محلية ودولية. لقناة بلاد الفضائية، جبريل أبو كميل، غزة. تجري القوات الإماراتية مناورات عسكرية في اليونان تشارك فيها قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وأخرى من الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا. مصادر إعلامية كشفت أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري في 27 من الشهر الجاري مناورات جوية مشتركة مع عدة مقاتلات من جيوش أجنبية من بينها الإمارات في قاعدة سلاح الجو اليونانية. في رسالة تضامن إلى الشعب اليمني المجاهد، نظم لواء الخدمة الحسينية في النجف الأشرف حملة تبرعات مادية وعينية إلى اليمن الذين يقاتلون العدوان السعودي ويتعرضون إلى أبشع أنواع الظلم من قبل آل سعود ومرتزقتهم. وقد شهدت هذه الحملة توافد أعداد كبيرة من المواطنين في صورة تعبر عن وحدة التلاحم البطولي بين الشعبين العراقي واليمني. بحملة جمع التبرعات لشعبنا الصابر في اليمن المظلوم. هذا اللواء الذي تأسس تقريبا قبل 3 سنوات، هذا اللواء مستقل عمله خدمة. نحن محور المقاومة ولكن محور المقاومة الثقافي الخدم، وهم يقومون بهذه الفعالية الرائعة الأخوية تجاه إخوانهم في اليمن، والذي تعاطفوا مع المأساة الكبيرة التي يتعرض لها الشعب اليمني بسبب العدوان الإجرامي السافر من قبل الدول الخليجية ووراءهم إسرائيل، لأنها هي المستفيد الوحيد من هذه الحرب، وهم فقط يريدوا يقضوا على كل صوت حر ومقاوم، خصوصا من ينتسبوا إلى مدرسة أهل البيت. نقف مع إخواننا في اليمن، ذلك اليمن السعيد حسب ما يعبرون، مع الأسف الآن أصبح كله أطفاله شهداء وضحايا. آل سعود اللعناء تاريخهم كله مشؤوم، فإنهم لو وقفوا في يوم من الأيام مع الشعوب العربية المظلومة لتغير حالها إلى أفضل حال. اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، وبحثوا ملفات إيران وسوريا واليمن والخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى تطلعات السعودية لإنتاج طاقة نووية وعقد صفقات اقتصادية. وبالتزامن مع زيارة، قام محتجون بوضع آلاف الزهور أمام مبنى الكونغرس الأمريكي تعبيرا عن تعاطفهم مع الأطفال اليمنيين الذين استشهدوا في العدوان السعودي المستمر على اليمن، وطالبوا باعتقال بن سلمان باعتباره مجرم حرب. ونشرة انتهت، وهذا تذكير بعناوينه. بغداد تؤكد الإيفاء بتعهدات صرف رواتب موظفي كردستان وتطالب بإكمالها من عائدات النفط بخزائن الإقليم. بعد تصعيد أردوغان، 1000 جندي تركي يدخلون في شمال العراق ومطالبات بوضع حد لانتهاكات أنقرة. النازحون والفقراء لغمة سائغة لأحزاب سياسية في الأنبار، وأصواتهم الانتخابية تباع وتشترى بمبالغ بخسة. عشرات الشهداء والجرحى بقذائف أطلق إرهابي الغوطة على ريف دمشق، والجيش يصعد عملياته العسكرية. الحكومة الفلسطينية تطالب حماس بتسليم قطاع غزة كاملا، والمقاومة تقول إن عباس أطلق رصاصة الرحمة على المصالحة.